صباح الهنا والجمال عليكم، صباح التفاؤل وصباح الابتسامه وصباح حسن الظن بالله. صباح جبر الخواطر. جبر الخواطر دايما بنتكلم عنه، بس النهارده هنتكلم عنه بشكل جديد. يعني ايه بشكل جديد؟ هنجبر الخاطر بحاجه بسيطه قوي. هنجبر الخاطر بالزياره، بلاش مكالمه التليفون. اهالينا كانوا زمان ما كانش في حاجه اسمها مكالمه تليفون، ما كانش في تليفونات، ما كانش في تكنولوجيا، ما كانش في ان احنا لما الواحد يكون عيد ميلاده ولا عنده حاله وفاه ولا الكلام ده كله نستكفى ان احنا ننزل بوست وخلاص. الموضوع مش موضوع كده، في مشاعر وفي احاسيس وفي مسانده للبني ادم في الظرف اللي هو فيه سواء وحش او حلو. لما بنكون جنبه بيبقى احسن بكتير من سماعه التليفون لما تترفع، بيبقى احسن بكتير من ان احنا نستكفى ببوست. حتى القرايب، الموضوع ده مش موضوع الاصحاب بس، ان احنا نقول ده اصل اصحاب والمسافات بينهم بعيده ولا الكلام ده كله، لا، حتى القرايب دلوقتي ولاد الخاله والخالات والعمات والكلام ده كله بقينا بنستكفى ببوست، بقينا بنستكفى بسماعه التليفون بنرفعها كل سنه وانتم طيبين، ده لو رفعناها كمان. دي حقيقه مش هننكرها. نوع جبر الخواطر بتاعنا النهارده اسمه صله الرحم. صله الرحم حتى لو انتم من جواكم في حاجه او في مشاكل او في مشاكل كتير بينكم وبين اي حد من العيله، خلوا دايما نيتكم صافيه من جوه. سيبوا المشاكل اللي حصلت حصلت، مش شرط ان انتوا تروحوا وتتكلموا وان انتوا تتعاملوا، بس خليكم صافيين من جوه. محدش ضامن عمره بعد دقيقه من دلوقتي ايه اللي هيحصل فيها. ممكن وانا بتكلم دلوقتي معاكم كده ربنا يقبض روحي، مش هلحق حتى اقول اصل انا كنت هكلم فلانه، اصل انا كنت هروح لفلانه. خلوا في تسامح كده وراكم وجواكم من اللي حواليكم. صلة الرحم، صلة الرحم، صلة الرحم، صلة الرحم. اركنوا المشاكل كلها على جنب، مش شرط ان يكون في مشاكل ان انتوا ما تتكلموش، بس من جواكم ابقوا صافيين، ما تبقوش شايلين من حد. ارموها على ربنا. يا رب انا سامحتهم والله يصلح حالهم. بس مش شرط ان انتوا تروحوا تتكلموا، بس من جواكم ما يبقاش فيه. ما يبقاش في المشاحنات، ما يبقاش في الشيله والكلام ده كله. بشوف بوستات كتير قوي بتنزل على الفيسبوك، وحسبي الله ونعم الوكيل في فلان، وحسبي الله ده هم يا رب يشوفوا اللي انا شايفاه، ويا رب يا رب. ليه 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 كل الدعاوي دي كلها؟ خلاص في مشاكل بينكم وبين بعضكم ارموا، نفضوا، انسوا، بس من جواكم يبقى صافي. هتلاقوا ربنا بيجبر بخاطركم، وهتلاقوا ربنا بيجازيكم على اللي انتوا بتعملوه احسن مليون مره من ان انتوا تبقوا كل شويه سمعت التليفون وشفتي ده عملت فيا كذا، وشفتي ده عمل كذا، وقالت وقال. كل ده لو رميتوه ورا ظهركم وكبرتوا دماغكم منه خالص هتلاقوا الدنيا ابسط واسهل من كده بكتير. فعشان كده النهارده جبر الخواطر اجبروا بنفسكم، اجبروا بان انتوا ما يبقاش جواكم حاجه ناحيه حد. يا عالم زي ما بقول لكم كده، يا عالم بعد شويه هيبقى فيه ايه؟ يا عالم الشخص اللي انت زعلان منه اصلا ده ومش مسامحه بعد شويه ممكن يكون فين؟ ممكن يكون في حته تانيه خالص. فمسامحتك ليه دي ربنا هيكرمك باللي يسامحك، حتى لو انت مضايق حد او مزعله من غير ما تقصد وانت ممكن ما تعرفش ان انت مزعله، ربنا هيكرمك باللي يسامحك. فتسامحوا، تصالحوا، خلوا جواكم سلام نفسي، ما تشيلوش من حد، حتى لو اللي قدامكم اذيكوا كبروا دماغكم وقولوا يا رب رميت توكالي عليك، يا رب انا مسامحاه علشان الاقي اللي يسامحني. ساعه يوم القيامه كده هتلاقوا كده وانتوا واقفين جبل من الحسنات جاي لكم، انتوا مش تبقوا عارفين جاي لكم منين. بتبقوا الواحد بيبقى في عرض حسنه واحده، في عرض عمل واحد كويس. ساعه وانتوا واقفين كده قدام ربنا نقابل كلنا وجه كريم يا رب، هتلاقوا جبل من الحسنات بينزل عليكم كده انتوا مش عارفين هو جاي منين. حاجات كتير قوي، ممكن حاجات اصلا مش في دماغكم، وما تحطوش في دماغكم ان هي ممكن تبقى فيها ثواب عند ربنا. تسامح، تصالح، جبر الخاطر، الابتسامه في وش اللي قدامك، مهما اللي قدامك يأذيك سامحه ويبقى فيه تصالح جواه وادعي له. لما بتدعي الكلمه اللي بتدعيها من على لسانك الملائكه اللي على كتافك بيدعوا لك نفس الدعوه، لكن لما تدعي بالوحش الملائكه اللي على كتافك هيدعوا لك نفس الدعوه. طب انا اللسان دوت ادام بيطلع الحلو، طب اطلع ليه بيه الوحش؟ طلعوا الحلو اللي على لسانكم، طلعوا الحلو اللي جواكم، انا عارفه ان جواكم في حلو كتير، طلعوا الحلو اللي جواكم عشان الملائكه اللي على كتافنا تدعي لنا بالحلو ده. ربنا يجعل ايامكم كلها تسامح وتصالح وجبر خواطر، ربنا يرزقكم دايما الخير كله. باخد دقيقتين كده او ثلاثه في اول الحلقه علشان اتكلم في حاجه يمكن كلنا بنتغافل عنها او كلنا بننساها او كلنا ما بناخدش بالنا منها. زي ما بقول لكم، زي ما بذكركم، زي ما بذكر نفسي. ناس كتير انا ممكن اكون زعلانه منها او هم زعلانين مني. فلما بقول لكم الكلام ده كله بحس من جوايا بسلام داخلي كده ان انا مش زعلانه من اي حد، واي حد اذاني في حياتي انا مسامحاه عشان الاقي ممكن اكون اذيت حد عن غير قصد الاقيه سامحني. تسامحوا وتصالحوا وربنا يجبر بخاطركم يا رب.